Livre du jour. Livre du jour. السلام ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في روبريك لو ليفر دو جور. كيف ما عودناكم بالنسبه للجمعه هذه اون بريزونت دي ليفر بور انفان. ونذكر مستمعينا كيف نقولوا دي ليفر بور انفان رانا ما نقصدوش قصص للاطفال مي بلوتو دي ليفر كي ايد لي انفان ا ديفلوبي بليزيور كاباسيتي. خذينا دي سوجي يخصوا لا ميتريز دي ايموسيون لا ماجي دتر جنتي. حكينا زيد على لامبورطونس دو لا كونفيونس ان سوا وعلى لامبورطونس دو لاكسبتاسيون دي ديفيرونس اي سانز اوبلي la sécurité corporelle personnelle de l'enfant. Pour اليوم باش نحكيو على la joie de vivre par rapport à l'enfant à travers كتاب اسمه vivre l'instant présent me rend plus fort. تفكير par rapport للإكريفان اللي كتب الكتاب هذايا كيف ما حكينا عليها البارح سي اون فام انستيتوتريس اي مامان دو دو انفان اسمها اليزابيث كول اللي دو ناسيوناليتي كنديان و ال سي سبيسياليزي في عالم الاطفال في كتاباتها هذا بعد ما الا اوبتونو سون ماستر دو ريشيرش ان بسيكولوجي من لونيفرسيتي دو نيو اورلينز اليزابيث ا ايدنتيفي اون بروبليماتيك اللي لي بارون دوجوردي اون بيزوان ديت par rapport للإدوكاسيون نتاع صغارهم surtout كون بارل ان 2020 3 de tarbiya haditha et de nouvelles techniques d'apprentissage بالنسبه للصغيرات. اليوم à travers l'histoire du petit Nick, حابت اليزابيث انها تورينا كيفاش on doit apprendre à nos enfants انهم يتمتعوا le maximum possible du moment présent وانهم يتخلصوا من les idées الخايبه وانهم ils se concentrent على اللي يعملوا فيه ويقعدوا attentifs le maximum possible. الكتاب هذا يصلح برشا سورتو سي اون بارل دان بارون كي اي توجور انكسيو او ديما على اعصابو بسبب ضغوطات الحياة. Ce livre aide les enfants à apprécier les instants اللي يعيشوهم الكل ويوريهم قداش il est important de pratiquer des activités qui les aident à mieux profiter de la vie كيف ما par exemple le sport, le chant, la lecture. Ils aident les parents انه مهم برشا انه الوالدين يعلموا صغارهم باش يكونوا بوزيتيف باش ما يخموش برشا ابروبو دو حاجات مازالوا حتى ما صاروش ويمكن ما يصيروش جمله. هذا الكل على ليد دو بيلز ايلوستراسيون كولوري كي فا بيرميتر ا لانفان دو ساموزي ان ليزون لو ليفر بويسك شعارنا الجمعه هذه هو علموا الاطفال وهم يلعبون. هذا كان لو ليفر دو جور. نتقابلو غدوة مع كتاب جديد كومبليمونتير للي قدمناه اليوم. شكرا على الاستماع. ليفر دو جور. ليفر دو جور.